معي عبر الهاتف الدكتور ثروت راغب، أستاذ هندسة البترول والطاقة. دكتور ثروت، إلى أي مدى ترى أن هذا الكشف الجديد يسهم في دعم الثقة الخاص بمصر في سوق الغاز العالمي كدولة مصدرة، خاصة بالطبع في ظل أزمة الطاقة العالمية وفي ظل الجهود الكبيرة التي تقوم بها الدولة للتحول إلى مركز إقليمي للتداول وتجارة الغاز؟ تمام. طبعا الاكتشاف اللي شفنا عملياته ده يعتبر اكتشاف من الاكتشافات العظيمه عندنا. طبعا احنا عارفين ان حوض البحر المتوسط بينعم باكثر من 200 تريليون قدم مكعب من الغاز، رغم ان الاحتياط بتاعه حوالي 3.5 تريليون قدم مكعب من الغاز، مش مقارنه بحقل الزهر طبعا يعتبر يعني 1/10 من حقل الزهر، لان حقل الزهر 30 تريليون قدم مكعب من الغاز بس ما زال طبعا هيساهم في عمليه زياده الانتاج، لان احنا عندنا طبعا دلوقتي احنا كنا بننتج 7.2 مليون قدم مكعب من الغاز بنتيجه طبعا الديبليشن وعمليه تقليل الضغط اللي هو الطبيعي في الابار، وصلنا ل 6.5. بالتالي بوجود اكتشافات كبيره وقادمه سواء كانت من شفرون او اي شركات اخرى، ده هيزود عندنا الانتاج مره اخرى، وبالتالي هيخلينا نبدا عن عمليه التصدير الخارج مره اخرى. لازم تعرفوا ان شركه شفرون الايطاليه، شفرون الامريكيه، من الشركات الضخمه جدا على مستوى العالم، يعتبر بتشتغل في اكثر من 180 دوله على مستوى العالم، تمام؟ يعتبر الخمسه على مستوى العالم كرانكينج، عملت حوالي اكثر من 646 مليار دولار كاستثمارات ودخل سنوي السنه اللي فاتت، فده طبعا من الشركات الضخمه جدا. فوجود الشركات الضخمه زي شيفرون وشركه ان الايطاليه يعتبر انجاز كبير يحسب للقياده السياسيه ووزاره البترول. اللي احنا عارفينه طبعا ان شركه شيفرون الايطاليه طبعا تم اجتماعها مع سياده الرئيس، وطبعا من 6 شهور فاتوا وهم كانوا اعلنوا ان هم هيبداوا في عمليه الحفر في هذا الابار في منطقه النرجس البحريه. وطبعا البير ده يا فندم يعتبر من اول بير استكشافي في منطقه النرجس، يعتبر النرجس 1، هو على حوالي 4000 متر تقريبا في عمق ميه، ويعتبر من الاعماق الكبيره جدا زي حقل زهر، وطبعا ده بيكلف حفر كبير جدا. فده طبعا من الاشياء يعتبر الانجازات القويه، هو بدايه استكشافات لشركه شيفرون، لان شركه شيفرون هي ما كانتش موجوده في مصر قبل كده خالص في عمليه الانتاج والحفر، هي موجوده بس في موضوع الزيوت وخلافه. فده يعتبر اول بير استكشافي لها في مصر، وتتوالى الاكتشافات ان شاء الله ليها، لان طبعا عندها كونسيشن برضه في البحر الاحمر وبتبدا تحفر فيه ان شاء الله. نعم، خاصة أن الشركة أيضا الأمريكية وقعت 3 اتفاقيات بخصوص 3 مناطق، يعني بجانب المنطقة التي تم فيها الاكتشاف الجديد، هناك منطقتين، منطقة نرجس البحرية وشمال الضبعة، يعني بالإضافة إلى منطقة سيدي براني. تمام يا فندم، هم 3 المناطق دول اللي رست عليهم الموضوع الكونسيشنز اللي تم، وده طبعا نتيجة برضو الإنجاز اللي تم نتيجة إن احنا دلوقتي عملنا كل حاجة بحاجة اسمها الرقمنة أو ديجيتاليزيشن، عندنا حاجة اسمها الإي جي جيت، دي تعتبر من الحاجات الكويسة جدا في مصر، إن هم بيعملوا عملية الداتا كلها تبقى موجودة على موقع معين، بحيث إن هم يعملوا أفصل للحاجات ديت، والشركات الضخمة تبدأ تشوف الداتا من على بعد وتبدأ تقيم الأمور، وده طبعا بيسرع عملية الإنجاز والبيد راوند وعملية الاكتشافات المهمة جدا. طبعا بعد ما يخلصوا طبعا موضوع نرجس 1 أو المنطقة النرجس البحرية، هيروحوا بقى سيدي براني والمنطقة الأخرى شمال الضبعة، وطبعا ده طبعا هيزود الانتاج اكثر واكثر. وكلنا طبعا عارف ان منطقه الحوض البحر المتوسط سواء كانت شرق البحر المتوسط اللي هم شغالين فيها حاليا او غرب البحر المتوسط، ده ان شاء الله تنم به كميات غاز رهيبه جدا، ان احنا عندنا 200 تريليون قدم مكعب من الغاز، حتى هذه اللحظه ما كملناش يعني حقل زهر 31، وده 3 حاجات كثيره جدا احنا لسه ما وصلناش اكثر من 100 تريليون، وده طبعا ده هيجي طبعا بعمليه الاستكشافات الاكثر والاكثر للشركات الاخرى مثل شيفرون واكسن موبيل وبتروناس وخلافهم من هذه الشركات. نعم، اشكرك جزيلا الدكتور ثروت راغب، استاذ هندسه البترول والطاقه.